يا يحيى، يا من يحيى، يا حي، يا من تحيا، يا يحيى قيوما بالحياة قائما بها. يا يحيى، لا تقف مع كتاب الحياة مسماك وقيامك، ولكن قم بمعناك من معنى الحي القيوم أحياك. خذ الكتاب بقوة، لا تأخذ نفسك وكتابك باللين، بل خذه بالفتوة. كن فتى الله، كن عبد الله، كن حق الله، كن نار الله، كن نور الله، كن اسم الله، كن اسم الله الرحمن الرحيم. خذ نفسك بالشدة ولا تأخذها بالتراخي، فالنفس لا تصلح بالتراخي ولكن تصلح بالشدة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وفي مسماك سر السماوات والأرض وعالم قيامك وكتابك. فأمسكه بيد معناك بقوة. بهذا آتيناك الحكم صبيا. أي حكم آتاه الله؟ هل جعله قيصرا أو هرقلا؟ إنه لم يفعل، ولكنه جعله عبدا له، ملكه زمام نفسه، ملكه مسماه، أحاطه بمعناه على أرضه وسماه من ذاته ومسماه، وجعله القائم على نفسه والحاكم لنفسه، وبذلك آتاه الحكم وهو في بدئه ونشأته. إن يحيى الذي أدرك هذه المعاني لنفسه، في نفسه، بربه، من ربه، عرف الله في معرفته بنفسه، فعرف الله من ورائه بإحاطته، ومن وراء ما بين يديه بإحاطته. عرف الله في أبائه، وعرف الله في إخوته، وعرف الله في من يتابعه على ذكر الله وعلى الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله. إن هذه المعرفة جعلته يرى الله من وراء عيسى، كما رأى الله من وراء زكريا، ورأى أن قديم الله فيه يبعث في جديد الله منه. جاءه عيسى مبايعا ولله طالبا، فعمده على شرعة عصره في نهر الأردن، فرأى عيسى روح قدس الله تتواجد في نفسه بعد أن عمده أخوه الأكبر يحيى، وهو لا يعرف ما عرف يحيى من أمر نفسه. فيعلن يحيى أنه رأى من وراءه في من أمامه، فيقول مقالته، ويبقى على الزمن حديثه: إن الذي هو بعدي رأيته أمامي.